والحد التاني من شهر كياك اتكلمنا إنجيل لوقا الإصحاح الأول، أيضا زي ما قلنا لحضراتكم أكثر من مرة إن في 4 أسابيع شهر كياك بنقرا الإصحاح الأول من إنجيل لوقا بالترتيب وبترتيب الأحداث. والإنجيل الوحيد الذي ذكر هذه الأحداث من أول بشارة يوحنا المعمدان من خلال الملاك جبرائيل إلى القديس زكريا هو الإنجيل معلمنا لوقا. الأسبوع الثاني يأتي بشارة عظيمة، البشارة التي كانت منتظرة لكل البشرية، كل البشرية كانوا منتظرين هذه البشارة الجميلة. ولذلك من خلال الروح القدس ومن خلال قراءات الكنيسة، الكنيسة وضعت هذا الجزء أيضا في 29 برهانات هو عيد البشارة والعيد الأساسي للبشارة. النهاردة وشهر كياك فحطيت بس الأحداث. والكنيسة أيضا من كتر أهميتها لهذا الجزء، لأن هذا الجزء هو بداية التجسد الحقيقي في رحم العظم. أول ما كانت، أول ما قالت ليكن لي كقولك، في هذه اللحظة نزل البذرة المقدسة من خلال الروح القدس في رحم العذراء، وبدأ الجنين ينمو من خلال جسد العذراء أم المسيح، وأيضا من خلال الروح القدس والآب والابن اتحدوا في رحم العذراء. الكنيسة من خلال أهميتها لهذا الجزء، وأيضا هذا الجزء يعني من أهميته كمان الإنجيل اتسمى به، يعني الإنجيل أصلا الكتاب المقدس بيسمى بشارة مفرحة. إيه هي البشارة المفرحة؟ البشارة المفرحة هي البشارة دي. الإنجيل كله متسمى على هذا الجزء، عشان كده الجزء ده مهم جدا، عشان فيها كنيسة والعدد 29 برهان. مش كده وبس، لو حضرتكم عارفين طقس الكنيسة والشمس عارفين هذا الكلام، إن من كل يوم 29 في الشهر القبطي بنحتفل بعيد البشارة. وإذا كان في حاجة أنا ما فكرت فيها بس ما بحثتش فيها قوي، يعني أخطيت، معرفش إيه اللي وصل الكنيسة إنها تحط 29 البشارة مع الميلاد، كل شهر نحتفل بالبشارة والميلاد والأيام. طبعا عشان مش عارفين الكلام ده بيقول لكم أكيد طبعا الكنيسة ليها غرض، ما 29 كياك الميلاد، وبرضه السنة اللي قام فيها المسيح كان يوم 29 في الشهر القبطي، الكنيسة وضعتها كده يعني. أقول لك بس يعني برضه يعني ما أعرفش الحتة دي مش هلخبطكم فيها قوي، لكن يعني أنا جت في بالي، فلو حد يقدر يرد عليا بعد القداس أو يقداس يبقى كويس قوي. يعني الكنيسة وضعتها في عيد البشارة، عشان كده في شهرين اللي بعد كياك ما بنعيدش بعيد البشارة. فالميلاد والقيامة داخلين كده في النص، لما كنا نعيد بقى يوم كل شهر 29 في البشارة. حتى الألحان لما فكرت كده وشفت الألحان دي، الألحان زمان كانت بتقال بشارة بس، حد بقى من الشمس ظهر دخل الميلاد والقيامة فيها، يعني ممكن 29 كل شهر قبطي لما بنحتفل بشارة في شمسة يبقى ألحان البشارة والميلاد والقيامة. أنا حاسس إن في حاجة هنا كده مش مظبوطة، مش عايز أربطكم كتير عشان نخش في العذر، لكن يعني في كل شهر قبطي بنعيد بعيد البشارة 29 لأهمية هذا الجزء. الجزء اللي احنا قريناه لحضراتكم ده النهارده عايزين نتكلم فيه، وزي ما احنا خدنا خط من اول سنه توتيه، مش بنتكلم في عقيده قوي لكن بنتكلم في حياه روحيه. النهارده ست العذراء وصلت لاعظم مستوى، ويمكن الوحيده اللي من جنس البشر وصلت اليه، ومش الاحصاء، هي الوحيده اللي نظر اليها الله الاب فلم يجد من يشبهها فتجسد منه. العذراء النهارده الملائكه بيقول لها سلام لك يا امتلئ نعمه. امتلئت من النعمه في هذه اللحظه. كانت ايوه فيها نعمه. كانت فيها بركه. كان فيها تواضع. كان فيها كل حاجه حلوه، كل الصفات فيها. ولكن في هذه اللحظه امتلأت بكل حياتها في نعمه الروح القدس. وايضا العذراء في هذا الجزء نلاقي فيه حتتين مهمين جدا ما نقدرش ما نتكلمش عنها النهارده في روحيات. رقم واحد طلبت من هذا الكلام. رقم اثنين قالت له كيف يكون لي هذا؟ اضطربت من هذا الكلام في ناس تقول يا ابونا طب ما زكريا اضطرب وما صدقش، الموضوع مختلف تماما. العذراء هنا اضطربت من هذا الكلام ليه؟ لان الكلام كان فيه نوع من الايه؟ من التبجيل والتمجيد. ومن مين؟ من رئيس الملائكة. فدي تعبتها. أول ما لها السلام ولك الدنيا نعمة قالت له اضطربت من هذا الكلام، ليه؟ أنا مش كده، لا ما ينفعش تقول عليا كده. أيضا الجزء الثاني اللي يهمنا النهاردة وده اللي هنتكلم فيه شوية، كيف يكون لي هذا؟ ومن خلال هذه الجملة
ومن خلال مواضيع كتيرة جدا مش عايز أخش فيها، يعني نبوات وكلام الآباء، إن العذراء فضلت عذراء. المسيح دخل فيها وخرج والباب إيه؟ والباب مغلق. بعد ما خرج الباب مغلق. فالعذراء بتولية، دائمة البتولية. عشان كده حتى في القسمة النهاردة تقول إيه؟ وبتوليتها إيه؟ مختومة. يعني بتوليتها ما تأثرتش، عذراويتها ما تأثرتش. حتى لما خرج منها المسيح عذراتها فضلت زي ما هي، وده السر. وسالومة قالت هذا الكلام وبشرت بيه. العذراء بتوليتها، عايز أتكلم في حتة مهمة جدا. بتولية العذراء النهارده بتولية القلب قبل بتولية الجسد. البتولية دي اللي بنشوفها في الكنيسة. بتولية القلب اللي بيولدها المسيح في كنيسته. وأخذها من خلال بتولية العذراء. يعني إيه الكلام ده؟ نبص نلاقي فيه كتير قوي من الرموز في العهد القديم، نحتار. يا ترى الرمز ده للست العذراء ولا الرمز ده للكنيسة؟ يعني مثلا هذا مثلا مزمور اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي وسمعك وانس شعبك وبيت أبيك. بيتكلم هنا على مين؟ بيتكلم على عظمة. لكن ما بنعرفش نعمل، بيتكلم على الكنيسة. وكأن النبوات كلها وكأن قداسة العبرة وبتوليتها تملي لما بتيجي أو بنجيب سيرتها، تملي بنتذكر الكنيسة. وكأن الكنيسة كما لو كانت رحم، الرحم ده ممتلئ نعمة وكله بتولية، بتولية يعني مخصص. فالكنيسة كلها مخصصة. الكنيسة تعني إيه؟ تعني الشعب، تعني القلوب. يبقى إذن النهاردة عايزين نتكلم إيه اللي خلى الكنيسة بتولية القلب، وإيه اللي خلى العرض بتولية أو دائمة البتولية. تقول يا أبونا يعني أنا باخد الموضوع بروحية، يعني القداس في كده صلوة أو طلبة في القداس الأول بيقول إيه؟ طهارة الذين في البتولية، حياة صالحة الذين في السجن. وأنا كنت عايز كل الناس تبتل، يقول لك لا أنا بتكلم في تبتل القلب. حتى إن الجملة دي طهارة الذين في البتولية يعني إيه؟ يعني حتى حياة صالحة الذين في السجن، حتى اللي في السجن يعيشوا حياة البتولية القلب. يعني يخصصوا كل حياتهم للمسيح يسوع. الزوجة تبدل نفسها للمسيح في الزوج، والزوج بدل نفسه وقلبه في المسيح في الزوج، والاثنين يبقوا حياه صالحه في المسيح يسوع لكلنا. يبقى انا بتكلم في البتوليه، مش بس العايشين في البتوليه، ولكن الذين يريدون ايضا ان يدخلوا في سر الزيجه لابد ان يعيشوا حياه البتوليه في المسيح يسوع لكلنا. الست العذراء النهارده والكنيسة النهاردة نفتكر كده إيه اللي خليت، إيه اللي خلاها بتولية؟ قلبها مكرس المسيح. أول حاجة هي حياتها ما قبل التجسد حياة قديسة، لكن بعد التجسد نقدر نقول النهاردة إن النعمة التحفت بيها. النعمة اللي هي كسوق يعني إيه؟ يعني أخذت ولبست النعمة. عارفين لما واحد يلبس النعمة يقول لك أنت لبست النعمة النهاردة، العذراء لبست النعمة. وانفردت بهذه الجملة أيتها الممتلئة نعمة، فامتلأت بمواهب النعمة. علشان كده أيضا في تسبيحة امبارح في عيسين في القطعة الثامنة في صدقية الأحد نقول نعمة دانيال. كل لقب في العذراء كان فيه بيمثل له في العهد القديم، فالنعمة هي نعمة دانيال. هلاقي دانيال في أكثر من مرة، لكن في الإصحاح الثاني بالذات بص نلاقي نبوخذ نصر حلم حلم غريب، مفيش حد عرف يفسره. اللي فسره له مين؟ دانيال. فأخذ نعمة، أخذ حكمة. ودانيال الأول حلم، حلم نبوخذ نصر بما معناه يعني إن الكبير هيبقى صغير والصغير هيبقى كبير. الذهب والحاجات اللي بتملى عن الإنسان هتبقى تراب، واللي فاكرين التراب والناس المتواضعين هيرفعه. ودي التسبيحه اللي قالتها الست العذراء على نفسها من خلال الروح القدس الاسبوع الجاي في زياره الرساله. فدانيال اخذ نعمه، هكذا العذراء اخذت نعمه. العذراء التحفت بالنعمه الالهيه.
النعمة أخذتها جواها، النعمة أخذتها من الروح القدس. أيضا هذه النعمة أخذها مثلا جدها داود النبي. داود النبي أخذ نفس النعمة. داود النبي ده لما كده تشوف عيل صغير، ولما راح صموئيل علشان يمسح حد من ولاد يسا، قعد يسا يجيب له ولاد الولاد مش ده مش ده مش ده، جاب له الأفضل والأحسن لحد ما في الآخر قال له خدوا اللي عندك بس، قال له أفضل من اللي عندك بس. في وقت كده يعني بصراحة أنا حاسس إن مفيش أي لازمة، حاجة كده صغيرة وحاجة كده عشان كده بخلي كده يضيع. قال له هاتوا وأول ما يجي يقول اللي هو ده ده اللي في النعم. الله يا إخواتي ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الشكل. الله تمليها بمعلومة، عشان كده لما يجي واحد يفكر ايه هي الخطيه؟ الخطيه انك تطلع خطيه في القلب. يعني واحد يجي يقول لي هو انا حاجه عملتها دي خطيه؟ يقول لي يا ابني انت كنت قصدها ايه؟ انت جواك ايه؟ عشان كده اي حد فينا يضحك على نفسه كان انا مش عارف الخطيه. الخطيه انك انت من جواك تعمل حاجه مش كويسه. دي اسمها خطيه. اي حاجه انت من جواك تحس من جوه القلب. وممكن واحد يعمل حاجه منها حلوه خالص وفضيله. وممكن الناس يمدحوه لكن جوه تبقى خطيه. وممكن العكس، ممكن واحد يعمل عمل والناس يقول ايه العمل ده؟ وازاي يعمل كده؟ لكن هو يكون يريد الحب ويريد الخير. علشان كده ربنا لا تدين ما تعرفش ايه ده. يبقى اذا النعمه اللي هي رقم واحد اللي تلتحف بيها بثوب المسيح علشان تبقى انسان في نعمه ربنا. عايزين اولادنا كلهم في النعمه، اول حاجه ايه؟ اول حاجه بيلبس المسيح. انت اوريدي لابس المسيح. لبسنا المسيح امتى؟ في معموديه. لبسنا المسيح عشان كده فكر الكنيسه حتى لو واحد عمدناه كبير نقول له البس ابيض. يلبس ابيض ليه؟ ايه فكره الابيض دي؟ والعروسه نلبسها ابيض ليه؟ علشان البياض ده النصاع ده اللي هو رمز للايه؟ للمسيح اللي كله بر فكله نعمه. فاحنا بناخد نعمه المسيح ونلبس وناخد. يبقى رقم واحد النعمه. رقم اثنين امتلأت نفسها بالحكمة الإلهية. عبر كانت كلها حكمة. حكمة. عشان كده برضه حكمة إيه؟ سليمان. لا عبر حكمة سليمان. فيها حكمة من حكمة سليمان. فيها حكمة من المسيح. نبص نلاقي بعد ما امتلأت من الروح القدس شوف تسبيحة العبر. شوف كلام العبر مع المسيح احنا مع الملائكة. يعني الكلام ده احنا يمكن من أكثر مرة كان برضه في حتة كده بتيجي كده لازم واحد يقولها تاني. شوف الملاك النهارده قدام العذراء. الملاك يعني ايه الملاك؟ ملاك يعني هادي، يعني ما تكلمش كتير. لو تشوف عدد الكلمات اللي قالها الملاك وعدد الكلمات اللي قالتها الست العذراء، بص الملاك قال كلام كتير قوي. ممكن يكون يعني طبعا اسف اخطيت يعني مش قصدي كلمه كده بس يعني مجرد ده. الملاك كان هايبر لو ايه؟ لو قارناه بالعذراء. ايه النعمه دي؟ النعمه دي يا ست العذراء ايه بقى منين؟ عشان كده رفعناها فوق الشرف، رفعناها فوق رئيس رؤساء الملائكه. طبعا على ان هي بقت ام الله، ام الله بالجسد حقيقي هو ابنها. الموضوع يا جماعه لما نيجي نتكلم فيه مش بسيط، مش بسيط. واحده تبقى ام الله، ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ فالنعمه دي امتلأت فمها بدا يبقى فيه حكمه، جسدها بقى كله طاهر. علشان كده كل ما تيجي برضه اجي اقول برضه بص يا جماعه اوعى حد يلخبطك يقول لك اصل العطر اتجوزي التاني، يقول لك هو ايه المشكله؟ مش هو جواز مقدس؟ ما ينفعش. ما ينفعش. اللي يجيب المسيح الرحم بتاعه يفتح لاي انسان تاني. ده احنا الهيكل بيقدس المسيح، ما ينفعش ابدا اي حاجه تاني تخش جوه الهيكل الا بس المقدسين. المقدسين في المسيح طبعا احنا كلنا خطاه. فازاي ازاي ازاي بطل عبره تشيل حد تاني غير المسيح؟ نحن مجرد بس الادوات بتاعت المسبح لما بتدشنها بتصبح مكرسه. ده انت بنقول عليك انك انت مكرس لما اخذت الميقوت المقدس. فالعبره اللي اخذت المسيح جسد حقيقي ونزل منها واخذ صفاتها، اخذ لحمها، اسف، اخذ لحمها ودمها. نقدر نقول المسيح العبره جابت حاجه تاني. العذراء اتملت بالحكمة. حكمة المسيح، حكمة السماء، حكمة العالم يا اخواتي تضيع. أما حكمة المسيح تبني. لما يجي أب يبقى مبسوط قوي من ابنه
يبقى راضي عنه، يبوسه كده في جبهته، تملي البوسه بتاعت الجبهه دي رمز الايه؟ العقل. تملي الاب يبوس ابنه او بنته هنا في الجبهه، اشمعنى؟ يقول بس الجبهه دي العقل ده انا كده مني. تملي الاب يتباهى الاب بالذات، لكن انا اتربيت. يعني لو انا اتربيت بس يعني مش هتكون، لكن في الاخر ايه؟ الاب يقول لك انا اتربيت، ده ابني انا مفتخر بيه. الاب يشوف بس في الجبهه. رمز الحكمه. النهارده قاعدين نقول له يا رب تعالى، هل يا رب احنا ولادك بتفتخر بينا؟ هل احنا فمنا بيطلع منه حكمه؟ ولا بيطلع منه عثره العالم؟ هل فمنا بيطلع منه مديح تسبيحه روح قدس بينطلق ويتكلم، ولا بيطلع منه ايه؟ العضله تنعمت بالزيج الله، تنعمت القلب تنعم بالزيج الله. هل احنا جوانا الله؟ في ناس تضيع النعمة وتضيع الحكمة من إيديها، وفي ناس تاخد أكتر. نبص نلاقي مثلا عندنا مثل في العهد القديم، عندنا عيسو ويعقوب الكبير والصغير. الكبير المفروض إنه اتولد وبقه على ده طلع من جرن معمودية، طبعا إحنا بقى كمان طلع من جرن معمودية، أخذ اليوم تسبيحة قداسات جسد ودم بركة، أنت المفروض مليان بركة. طب إيه اللي حصل؟ بس من أقل حاجة أنا بضعف، أشتهي أكلة، أشتهي منظر، أشتهي كلام بايخ، وقفة مش كويسة أقف فيها، أي حاجة. يا حبيبي كملي، هل تبيع البكورية وإنك ابن بكر للمسيح بأكلة عدس؟ يجي واحد زي يعقوب يتخان، يتخان يقول له مش هسيبك، مش هسيبني ليه؟ ابعد. حتى انه يتعور. يعقوب يقول لك لاخر عمره كان بيزق. ليه؟ عشان كان بيتشال، مش هسيبك، مش هتركك الا ايه؟ انا عايز البركه. علشان كده ربنا انتهاله بكل حب، بكل حب ربنا انتهاله. ليه؟ واحد بيدور، واحد عايز الحكمه، واحد بيسعى للحكمه. احنا ايضا يا اخواتي اذا التحقنا بالنعمه الالهيه، اذا امتلأت قلوبنا واجسادنا وارواحنا بالحكمه، هننعم بالزيج مع بالزيج مع الكنيسه. الكنيسه عروس المسيح. كنيسه يعني ايه؟ كنيسه مش حيطان. اوعوا بعد الشر يعني توصل كنايسنا تبقى نظرات. ما في كنايس في اوروبا بدات بكنايس مليانه، بعدين النهارده ايه؟ مصر في كنيسه كبيره في تركيا سانتا صوفيا، يا كنيسه عظيمه جدا وكنيسه عروس المسيح. لكن النهارده تعالى كده صلي فيها وقداس في مصر التذاكر، نخش ونخرج التذاكر. كنيسنا توصل كده حاجه طبعا، ربنا ما يسمعش كده. كنيسنا يعني شعب، شعب ايه؟ شعب ملتحق بالنعم، شعب فيه حكمة إلهية، شعب عروس للمسيح. لأن إحنا الكنيسة، الشعب هو الكنيسة. سيد المسيح لما كل ما قال له القديس بطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. صخرة إيه؟ الإيمان بالمسيح. وعلشان كده ربنا من الأول المسيح لما اختاره غير اسمه بطرة. يعني إيه بطرة؟ بطرة يعني إيه؟ صخرة ستون. طب وأنت إيه؟ طب ما أنت بتكمل بقية الصورة. أنت بتكمل، أنت صخرة. صخره في ايمانك. ها انت سيساعد هو مثلا ان صوره المسيح دي كده، ها واحنا كده حواليه كده، كل واحد فينا ايه؟ ستون كده. ستون يعني ايمان. انت واحد بطرس، انت بطرس زي بطرس، مش اقل من بطرس. احنا فينا هذا الايمان. يبقى اذا احنا عندنا النهارده هل ممكن ان احنا نتنعم بسيد المسيح على كل النقط؟ لو احنا خدنا النعمه، لو ملينا جسدنا وفهمنا وقلوبنا بالحكمه، نقدر نقول يا رب احنا اخذناك، فنخش ناخد الجسد المقدس فنصبح مثل العذراء شركاء في الطبيعه دي. بس الجمله دي نخش برضه في حته قضيه، معلش الجمله دي في الفتره اللي فاتت دي وكان في برضه من فتره كبيره قوي لخبطت الناس. ايه ده؟ اصبحنا شركاء في الطبيعه ليه؟ دي انا كنت بسبب التاني. يعني احنا بقينا شركاء في الطبيعه الالهيه،
اقول لك اه بس ازاي؟ بس في ناس يقول لك احنا شركاء في طبيعيه، احنا فينا صفات الهيه. طبعا حاجه انت ما فيكش صفات الهيه، لكن احنا ايه؟ لكن احنا ايه؟ بناخذ طبيعتنا لاحتياجنا. فمثلا ناخذ قداسه، ناخذ ان يبقى لنا حياه ابديه في المسيح، هنعيش الى الابد، هناخد ميراث سماوي، هناخد نتعلم المحبه من المسيح، هناخد وداع. ده اللي قصده اصبحنا شركاء في الطبيعه. لكن من اصبحنا شركاء في الطبيعه يعني احنا بقينا لاهوت. يعني دي ارتقى مهم قوي لازم نفهمها. فاصبحنا شركاء في الطبيعه يعني شركاء معاه من اولاده، ها، بالبنوه الروحيه. اولاده بالبنوه الروحيه. الله قادر ان يعطينا ان نمتلئ بالنعمه من السماء. أن يدخل جوانا جسد المسيح ودمه لكي ما نكون شركاء في طبيعته الإلهية، في محبتنا البطل، في تواضعنا، في صفات العذراء الكتير عندما امتلأت بنعمة الروح القدس. لأن كل ما امتلأت